متتبعي قناة أنفاس بريس، حنا الآن تتواجدوا بسوق سباتة اللي هو تحمل سوق سباتة الاسم تاع سباتة، ولكن هو ترابين تابع لمقاطعة سيدي عثمان. منذ سنوات طويلة والتجار داخل هذا السوق هذا يتطالبوا بإعادة الهيكلة ديال هذا السوق باش يولي واحد السوق اللي هو نموذجي، على اعتبار أنه يعد من أقدم الأسواق بالمنطقة، يعني كان دار في سنوات الخمسينات من القرن العشرين. يعني منذ سنوات كما قلت الناس هنا والتجار الناس ينتظروا إعادة مشروع إعادة الهيكلة، ولكن حتى الساعة باقي ما انطلقش هذا المشروع هذا. الرواج هنا في السوق اللي كما غادي ياكدوا مجموعه من التجار هو رواج اللي اصبح قليل، الاسباب متعدده. الرساله الوحيده اللي عند مجموعه من التجار داخل السوق هو التسريع بمشروع اعاده الهيكله ديالو. بالنسبه لهذا السوق تاع واش كاين شي مشروع تاع اعاده الهيكله تاع سوق القريعه تاع سباته اللي تيعد من اقدم الاسواق على مستوى هذه المنطقه؟ السوق كيتواجد هنا من 1953 ودازوا مجالس كثيره في هذه المنطقه ديال سيدي عثمان، ولاحظت عير انا عندي 60 عام في هذا السوق هذا، الملاحظه ديالي ان ما عمر شي حاجه دارت في هذا السوق هذا. لحد الان السوق ديالنا فارغ، وانت كي كتشوف جميع المحلات هما مسدودين، ولا الدور كاع الشارع الاخر من هنايا ولا الزنقه الاخرى ولا كلشي تقريبا مسدودين. كاين واحد المجموعه قليله اللي هما قرابين للشارع خدامين شويه، محركين واحد شويه، اما الباقي راه كلشي مسكين كيجي كيريح حتى العشية وكيمشي بحالاته. كاين شي مشروع تاع اعاده الهيكله؟ بالنسبه للمشروع اللي قلتي لي استاذ، حقا كنسمعوا بان كاين اعاده هيكله لهذا السوق، ولكن نحن كجمعيات ما عندنا حتى شي علم على هذا الشيء، كيفاش غيكون هذا المشروع، كيفاش غادي يدار، واش عندنا فيه، واش غتكون فيه شي مصلحه ديالنا، واش حنايا يمكن لينا، واش حنا يمكن لنا نعطيو حتى حنا الاقتراح ديالنا والراي ديالنا في هذا المشروع. حنا اللي كنطالبوا به من السلطات ومن المجلس ديال المقاطعه سيدي عثمان ومن المجلس ديال ولايه الدار البيضاء انهم يلتفتوا ويشوفوا فينا بواحد العين ديال الرحمه. انا لقيت والدي هنايا وانا ثاني مكمل مسيره على امل اننا نوصلوا لان السوق يحاول ياخذ واحد يتبنى بواحد الطريقه زوينه. اما اعاده الهيكل اللي قلتي لي راه حقا راه كاين المشروع ديالها، ولكن لحد الان ما عارفين عليه والو اشنو كاين، كنسمعوا به. المجلس المنتخب اللي يعطي له الاولويه والاهتمام لهذا السوق، لانه السوق من الاسواق العريقه في الدار البيضاء اللي كان التاريخ ديالو ديال 1953 التاسيس ديالو من فتره الحمايه اللي كانوا جابوا هنايا وجهزوا هذه الارض، ولكن مع الظروف المعيشيه اللي حاضره دابا راه القضيه ولات عندنا شويه راجعه للور. ثلاث سنوات الثمانينات وبدايه التسعينات كانت السوق يعني تيعج في الحركه، دابا سيرتو مع بدايه الالفيه الحاليه وقع واحد التراجع على مستوى الرواج داخل السوق، علاش تقريبا علاش؟ الرواج ما كاينش مرافق اجتماعيه هنايا، ما كاينين شي حاجه اللي زاد فيه لقدام، السوق باقي كما هو عليه من الاصل من تحت، باقي الصفيح، باقي الضو كاين. هاد الميزه الوحيده اللي استفدنا فيها مؤخرا هو الضوء. الا تحط شي مشروع تاع اعاده الهيكله واش نتوما توافقوا عليه؟ مرحبا بكل تاكيد، هذاك شرف كبير لينا ملي حنا نقدموا ريوسنا ونزيدوا بها السوق القدام، لانه تيستاهل يتزاد القدام به، لانه جا في منطقه ديال سيدي عثمان اللي هي محتاجه السوق يكون مطور ويكون في واحد المستوى اللي هو عالي. المشكلة ديالو هو أن السوق البلان ديالو خضع لواحد التغييرات، أننا الجردة هنا ثاني جا واحد الحائط آخر، يعني السوق محاصر عنده واحد المنفذ واحد كتدخل ليه من القدام. إذا أش كاين هنا؟ كاين واحد الطرف كيخدم طرف ما تيخدمش، لأن خص يكون السوق فيه تقريبا منافذ بزاف. إذا أول نقطة هي البلان خص يكون، واش فهمتي؟ باش السوق يتحرك خص يكون عنده تقريبا واحد خمسة المنافذ ولا، هذه هي النقطة حنا اللي تنتشكاو منها هنا في هذا السوق، أن البيبان كاينين جوج وما غادي يمكنش يساعدوا السوق، واش فهمتي؟ يعني السلطات خصها دير واحد الحل باش يكونوا شي منافذ هكا لهاد الجي، ولا المهم السلطه راه في يدها الا بغات دير البلان ولا شي حاجه تحيد هاد المساله اللي كيشكو منها السوق، هذه هي الاولى. والشيء الاخر راه كيبقى في يد التجار ديال السوق، الا بغاو يديروا النظافه ولا شي حاجه راه كتبقى مساله تنظيميه ديال السوق.